هنعمل دلوقتي مخلل البصل، بس انا لسه ايه الفطير بوبس بيتحمر اهو، بصوا في الزيت اول بس ما ياخد لون ظريف هقوم مطلعاه على طول معاك وتشوفوه هتنبسطوا منه جدا. نيجي بقى لمخلل البصل، بصوا هقول لكم ايه القصه. انا معايا البصل القورمة، كل ما تجيبيه صغير كل ما يبقى حلو قوي، لكن يعني لو حجمه وسط شويه او كده مفيش مشكله. اهو البصل القورمة ظريف ماشي. كيلو بصل من ايه اللي هو الصغير خالص القورمة ده، هنحتاج للكيلو ده لتر من الميه، تمام، ميه سخنه بتغلي ومعاها نص كوبايه ملح، ده كده اول حاجه. فانا عندي ميه سخنه بتغلي في الحله اهو، هحط لها نص كوبايه ملح وهحط لها البصل القورمة المغسول الصغير الحلو ده، وهسيب البصل ده يغلي في الميه السخنه ونص كوبايه الملح لمده تقريبا 4-5 دقايق، تمام. دي اول خطوه. بعد كده بنسيب البصل مع الميه دي يهدى ويبرد شويه، ونبتدي نحضر بقى ايه ميه التخليل اللي احنا هنحط البصل، هنشيل بقى البصل من الميه اللي بتغلي دي ونحطها فيه. عباره عن ايه بقى اللي هي محلول المخلل ده؟ نص كوبايه من الجزر المبشور، يعني جزرتين كبار كده مبشورين، عليهم فلفل احمر مفروم، تمام، مفروم حتت صغيره، فلفل رومي احمر. ممكن كمان لو عايزه تحطي هريسه شطه عشان يبقى مشطشط شويه المخلل البصل ده ممكن تعملي الحركه دي، معلقه صغيره كده من الهريسه لو مش عايزه خلاص. هنحط كمان معلقه كبيره من السكر، ومعانا 4 معالق من الملح، ولتر ميه سخنه ماشي لكميه البصل دي. 4 معالق الملح ولتر الميه السخنه هنحطهم، او ممكن حاجه تانية بعد ما ناخد البصل من الميه السخنه اللي بتغلي، تمام، الميه السخنه بتاعته اللي احنا مملحينها اساسا دي ممكن احنا ناخدها. لو مش عايزه تاخديها يبقى هتستبدليها بلتر تاني من الميه السخنه عليهم 4 معالق كبار من الملح، وكمان هنحتاج نص كوبايه من الخل الابيض وبس خلاص. وانا بعمل دلوقتي هتعرفوا اكتر مع ايه التحضير المقادير، يعني الفطير بوبس اهو زي ما احنا كده سايباهم. الميه بقى اللي بتغلي دي هنحط الملح اهو، نص كوبايه ملح، ميه سخنه بتغلي، ومعايا البصل نزله كده عشان بس ما يطرطش البصل في الميه كده. ملح، ميه سخنه بتغلي، وكيلو بصل قورمة، تمام، واسيبه يغلي 4-5 دقايق. واطلع بقى هنا البوبس بقى دول، بصوا شكلهم عامل ازاي، هاتيها لنا كده يا سموره، خطير وريحته حلوه جدا، بصوا اخر لذاذه. هنطلعه بقى على مناديل المطبخ هنا كده، طلع الاخيره دي كمان اهو. عايزاكم تجربوه يا جماعه، فطير بوبس خطير، فكرته كمان حلوه جدا وطعمه حلو قوي، نقدر نعمل منه كميه كبيره زي ما احنا عايزين. هطفي النار بقى دي ونرجع لمخلل البصل، تمام. بنسيب الميه السخنه، لتر من الميه السخنه مع نص كوبايه من الملح، ملح عادي ناعم مش خشن، وكيلو من البصل القورمة، بسيبه يغلي في الميه دي بالكلام ده لمدة 3-4 دقايق، وبعد كده بطفي عليه النار واسيب البصل ده يبرد ويهدى خالص، هو والمية اللي فيه يهدى ويبرد، ببقى مغطياه كده واسيبه يهدى ويبرد. ساعتها بقى البصل بيكون اتسلق كويس قوي، والملح دخل في البصل خلى طعمه حلو وبقى تحفة. نيجي بعد كده نحضر بقى مية الايه المخلل نفسها. فهنجيب كده بولة اهو، وابتدي بقى احط ايه، هنحط الجزر، الفلفل المتقطع صغير، فلفل رومي احمر، ربع كوبايه من الخل الابيض، معلقه كبيره سكر، هنحط رشه فلفل خفيفه كده ده من عندي انا، يعني احط كمان رشه كويسه فلفل عشان بحب الفلفل زي ما قلت لكم قبل كده كده. ومعانا ميه تكون دافيه سخنه،
او زي ما قلت لكم ان احنا ممكن نستخدم نفس الميه اللي اتسلق فيها البصل، بس احنا لما هنستنى على البصل يهدى ويبرد بعد ما يغلي بقى ونغطيه ونسيبه يهدى، فالميه بتاعته هتبقى مش سخنه. احنا هنشيل البصل ونرجع نسخن الميه بتاعته عشان احنا محتاجين ميه سخنه. فهمتوا قصدي؟ نحطها معاهم. انا هحط كمان حته من الهريسه عشان تدي كده طعم شطشطه خفيف، وزي ما قلت لكم دي كده اختياري. هعمل ايه بقى؟ هنجيب برطمان، اي برطمان عندك يكون نظيف ومتنشف وزي الفل، دي حاجه مهمه جدا. تمام كده. وهناخد الجزر اللي بالخل والكلام الحلو ده، احطه هنا جوه اهو. استنوا بقى لما ايه، لما ادلقه بقى كله كده. بالشكل ده. وانا هتعامل بقى مع البصل اللي في الحلة ده كأنه يا جماعة ايه، اتسلق وبارد وكل حاجة، عشان الحق اوريكم الخطوة دي. تمام. وهاخد بقى البصل اهو. انتوا المفروض تسيبوا البصل ده يغلي 4-5 دقايق في المية دي اللي احنا حاطين فيها نص كوباية ملح، وبعد كده نسيبها تبرد خالص، نسيب البصل يبرد خالص، وبعدين بنشيله وهو بارد. انا بحاول اشرح لكم. تمام. ونحطه كده على الخلطة دي زي ما انتوا شايفين، ونفس مية البصل دي نغليها تاني عشان تبقى سخنة، بس ساعتها بقى هنغليها تاني من غير البصل، فاهمين قصدي؟ عشان ترجع تسخن تاني ونسقي بيها المخلل الحلو ده كده. هي نفس كمية المية، لان احنا محتاجين برضو تقريبا لتر كده. وناخد بقى ايه، المية السخنة الحلوة دي، بسم الله، ونحط بس كده. بس كده لما انشف الدنيا. وعايزه بقى ايه، استنوا بقى نجيب معلقه عاديه عشان نعرف نقلب، ونقلب بقى الكلام ده. وطبعا احنا الميه حاطينها سخنه، بنغطي بقى البرطمان ونسيبه كده ربنا يوفقه لغايه لما يهدى خالص ويبرد كده اهو. في ايه، في ايه يا جماعه، مالكم مش مستريحه لكم؟ طب بعد الحلقه بقى انا هوريكم اهو، خطير. بصوا، عارفين الفيلم بتاع ام رتيبه؟ مين فاكر فيكم الفيلم بتاع ام رتيبه لما يروح يدوق مش عارفه ايه المخلل؟ ده الفيلم ده انا بحبه حب، يعني هو بالنسبه لي رمز المخلل، الفيلم ده خطير. فهتاكلوا بقى شويه بصل مخلل، مش قادره اقول لكم اخر